السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي معلومة جديدة وفي فيديو من الفيديوهات المميزة جدا جدا على القناة بتاعتنا. في ناس كتير بتشتكي ان الحمام بتاعها الدكر ما بيش بيخصب، الاناث مش بتبيض، ولو حتى بتبيض بتبيض بيض برشت، بيض ضعيف. الزغالين نفسها بتكون الزغلول بيكون مفرشح رجليه كده في الطاجن ومش قادر يقف على رجليه وعنده كساح، تمام؟ ده مرض في الزغاليل الصغيرة. في مشاكل كتير، ساعات مثلا بتلاقي الحمام بيبيض بيضة واحدة، بيضة طرية، بيضة برشت اللي هي الطرية بتبقى اسمها بيضة عاملة زي بيض السيليكون كده. دي كلها مشاكل بتقابل مربيين الحمام وعصافير الزينة كمان. الذكر مش بيخصب النتاية كويس، بيجيب بيضة مخصبة وبيضة مش مخصبة. في مشاكل كتير جدا بتقابل مربيين الحمام ومش بيبقوا عارفين يعملوا فيها ايه. انا ان شاء الله جبت لكم النهاردة منتج ممتاز جدا 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 في الكلام ده. ده ثنائي فوسفات الصوديوم ولكن مركب. الشركة دي اسمها دي بيزك بلس. الشركة ايه؟ ده منتج كويس جدا ولكن مش زي الثنائي فوسفات الصوديوم العادي. وهنتكلم يا جماعة عن الموضوع ده وهعرفكم ايه الفرق بين كلمة ثنائي فوسفات الصوديوم وثنائي فوسفات الصوديوم مركب. هتلاقوه مكتوب هنا كلمة مركب في الاخر، ودي العناصر اللي فيها اهي هنقولها مع بعض، لان في ناس عندها لبس في الموضوع ده وبتبقى مفكرة ان هو ثنائي فوسفات الصوديوم المركب هو نفسه ثنائي فوسفات الصوديوم العادي. لا طبعا، في اختلاف كبير في الايه، في العناصر. او بمعنى صح، يعني ايه كلمة مركب؟ لما تلاقي اي منتج ايا كانت الشركة، بس دي شركة كويسة ونظيفة، ده ربع كيلو سعره 15 جنيه، ده بيطري، منتج بيطري مش بشري، تمام؟ اسمه داي بيزك بلس، تمام؟ لما تلاقي ثنائي فوسفات الصوديوم مركب اعرف ان هو فيه عناصر كتير اكتر من ثنائي فوسفات الصوديوم العادي، وكمان في درجة اللون، وكمان في الملمس بتاعه. هوريكم كل ده ان شاء الله على الطبيعة دلوقتي. بس في البداية قبل ما نبدأ ونتكلم في الموضوع بتاعنا، ما تنساش لو انت اول مرة تشوف الفيديو بتاعنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل موضوع جديد ومميز. ونتكلم ونقول اول حاجة مع بعض ايه هي تركيبة المنتج اللي معانا. المنتج اللي معانا التركيب بتاعه فيه كالسيوم طبعا، فيه فوسفور ده اساسي، وفيه الصوديوم ده اساسي. ده اللي بيكون موجود في ثنائي فوسفات الصوديوم العادي، ما بيبقاش فيه كالسيوم كمان، لان في حاجه يا جماعه اسمها ثنائي فوسفات الصوديوم وثنائي فوسفات الكالسيوم، دي حاجه ودي حاجه. التركيبه بقى دي بتاعت ثنائي فوسفات الصوديوم المركب ده جمعت بين الاثنين. يعني ايه؟ يعني هنا حاطط لك فيه بقى كالسيوم، فوسفور، زنك، نحاس، يود، سيلينيوم، كوبلت، كبريت، بوتاسيوم، صوديوم، منجنيز. الخلطه بقى دي كلها سموها ثنائي فوسفات صوديوم مركب. عرفنا كده كلمه مركب من اللي مش مركب. لو انت لقيت ثنائي فوسفات الصوديوم مش مركب اللي هو العادي، اعرف ان هو فيه ايه، فيه صوديوم وفيه فوسفور فقط لا غير، صوديوم وفوسفور، تمام؟ طيب الفسفور هنا بيعمل خصوبة للذكورة، بيظبط الذكورة ويخليها زيفة باستمرار وفيها حيوانات منوية سليمة قوية بتخلي درجة الخصوبة عالية عند الذكورة، وبتحسن الجهاز التناسلي عند الإناث، وبتخلي الجهاز التناسلي عند الإناث كويس جدا ومظبوط وبيبيض بيض كويس. في كالسيوم معروف اللي هو للين العظام وبرده لتكوين قشرة بيض قوية. السيلينيوم ده عنصر السيلينيوم موجود هنا كمان، ده برده بيساعد على معدن السيلينيوم، بيساعد على ارتفاع نسبة الخصوبة عند الذكورة وعند الإناث كمان، وبيحسن من الوظائف المبايض عند الإناث. البوتاسيوم والكوبلت والنحاس واليود والزنك والكبريت والمنجنيز دي كلها عناصر ومعادن مهمة جدا جدا لصحة فرد الحمام ككل وصحة العصافير الزينة كمان ككل.
من نمو ريش كويس جدا ومتستف، من عظم قوي ويخلي الزغاليل عظمها كويس وقوي ما يجيلهاش لين عظام، من صحة الزغاليل نفسها ويخلي الزغاليل تربي معاك لحم لان ده فاتح شهية. تمام. ينصح باستخدام للعلاج والوقاية من نقص انتاج اللبن، ده بالنسبة للمواشي وبالنسبة للأبقار وكده. انخفاض الشهية ومعدلات تحويل الغذاء، يعني لو انت عندك الحمام مش مقبل على الاكل، شهيته مقفولة، تديله سنانة فوسفات الصوديوم المركب هتلاقي شهيته انفتحته كويس. تمام. ايه تاني؟ نقص الاملاح المعدنية، يعني بيساعد على الاملاح لان هو فيه املاح معدنية، فيه صوديوم وفيه معادن كتير جدا مفيدة. ايه تاني؟ البول المدمج، يعني هو كمان بيعمل او بيساعد على تنظيف الكلى، تنظيف الكلى يعني بيعمل غسول كلوي، يعني يعتبر كمان غسول كلوي. الأمراض التناسلية، ماشي، الأمراض التناسلية كلها اللي هو حدوث تكيس المبايض وفي حاجات كتير كده مكتوبة، بيعالج المشاكل الجهاز التناسلي بكل بساطة، بيعالج مشاكل الجهاز التناسلي. طيب الشكل بتاعه عشان تبقوا عارفينه من ثنائي فوسفات الصوديوم المركب غير ثنائي فوسفات الصوديوم العادي، ده المركب ده لونه طبعا هو لونه مش ابيض، لونه بيكون يعني رصاصي شويه لان طبعا المعادن اللي فيه بتخليه كده، وده بودر يا جماعه، بودر اهو بصوا اديه بودر. ثنائي فوسفات الصوديوم العادي بيكون شبه الملح الخشن. تمام كده. يبقى احنا لو جبناه عشان بس نبقى عايز افهمكم ايه الفرق بين الاثنين، احنا لو جبنا ثنائي فوسفات الصوديوم العادي كويس جدا وشغال وزي ونفس الاستخدام ونفس الجرعات ونفس كل حاجه، هقول الجرعه بعد كده. ثنائي فوسفات الصوديوم المركب بيكون لونه بودره اهو، ماشي، وبيكون لونه زي ما انتم شايفين كده الكيس اهو جوه، اللون ده مش ابيض، اللون ده لون رصاصي ميال للرصاص شويه. تمام. طيب استخدامه ايه؟ له طريقتين من الاستخدام، تستخدمه على الميه او في الكلفة. طيب استخدامه ايه على المية؟ خدوا بالكم من الجرعات يا جماعة لان المنتج ده اهم حاجة ما تزودش فيه الجرعة. تمام. اديني نبهت، اهم حاجة ثنائي فوسفات الصوديوم سواء العادي او المركب اللي هو اللي معانا ده ما تزودش الجرعة بتاعته. لتر المية بتاخد طرف معلقة، دي معلقة صغيرة اهي، بتاخد طرف معلقة كده اهو، بصوا ده كده على لتر الميه اهو، طرف معلقه يعني يعتبر ربع معلقه، شعرايه كده اهي شعرايه. تمام. ربع معلقه صغيره على واحد لتر ميه. كل قد ايه يا عم محمد؟ ممكن كل شهر مره، ممكن كل اسبوعين مره، وتكون طبعا على ميه نظيفه، بيكون خارج البرنامج الوقائي. تمام. طب انا عايز يا عم محمد احطه دلوقتي على الكلف، بسيطة جدا، لو انت بتكلف بواحد كيلو كلفة، واحد كيلو كلفة تمام بتكلف بيها، هتاخد نص معلقة، شوية زي دول كده، شايفين الشوية دول؟ ده اكتر شوية من الربع معلقة، يعني حوالي نص معلقة اهو، شوية كده، نص معلقة اهي. تمام. نص معلقة دي على الواحد كيلو كلفة، معلقة صغيرة. طيب لو انا عندي كمية مثلا بكلف بتلاتة اربعة كيلو او خمسة كيلو، لو خمسة كيلو هتاخد معلقة اهي زي دي كده، معلقة هرم صغيرة برضو اهي، معلقة زي دي كده على مقدار خمسة كيلو من الكلفة. يبقى احنا اتكلمنا، لاحظوا الفرق بين ان انا باخد ربع نص معلقة ممسوحة زي دي كده على واحد كيلو، عشان بس الناس تبقى فاهمة، ده نص معلقة اهي صغيرة اهي على واحد كيلو، الحجم باين اهو. تمام. الفرق بقى التانية اهي، دي كده بتكون على الخمسة كيلو، طبعا باينة جدا قدامكم اهي، خلاص بالمعلقة الصغيرة بتاعت الشاي. كل برضو عشر ايام مرة، كل اسبوعين مرة، هتلاقي عندك البيض زي الفل، هتلاقي عندك الحمام اللي رائد على حصى وعلى والرائد على زغاليل، زغاليل بسم الله ما شاء الله كويسه جدا، مش هيجي لها كساح،
هتلاقي كمان ان الحمام الكبير مش هيملح من الاهالي لانه فيه معادن كتير اهي. اللي عايز ياخدها سكيبين شوت اهي تمام. وهتلاقوني سايب لكم مقاله كامله اسفل الفيديو في وصف الفيديو بيتكلم فيه عن المنتج ده على الموقع بتاعنا الالكتروني www.abowahid.com تمام. طيب الجرعه بقى بالنسبه للعصافير يا عم محمد، بالنسبه للعصافير انت بتحطها ولا على البلكم ولا على الفلامس ولا على الكلام ده كله، انت بتحطها للعصافير بتاعتك على وجبه البيض بالبقسماط. بتجيب وجبه البيض بالبقسماط وعملت عليها حلقه تروح على القناه عندي، بتجهز البيض بالبقسماط عادي خالص وتحط على كل بيضه عليها شويه البقسماط شعرايه صغيره كده اهو اهي، حاجه لا تذكر، اقل من ربع معلقه، اقل من ربع معلقه اهو بالشكل ده، يعني حاجه اللي هي ايه شامه كده مسحه كده، بصوا مش باينه اصلا من المعلقه اهي، يا دوبك حاجه بسيطه خالص خالص بتحطها كده اهوت وترشها. طيب المنتج ده بيمسك في الكلفه يا عم محمد من غير زيوت ومن غير اي حاجه؟ اه بيمسك. هو بصوا لدرجه لمجرد ان انا بحط صبعي جواه اهو، بصوا اهو متعفره، بصوا اهو في ايديا، يعني هو بيمسك في الكلفة، هيمسك في الكلفة بكل سهولة لأنه ناعم، ناعم والكلفة بتاعتنا خشنة، هيمسك فيها المنتج وطبعا تحطه لهم على جوع عشان خاطر ينزلوا على طول ياكلوا، وهو ريحته أصلا كويسة مش وحشة، يعني هيخلي الحمام يقبل عليها وهياكلها وهيبقى كويس. مشاكل الخصوبة زي الفل، كل حاجة هتبقى ماشية معانا زي الفل إن شاء الله بعد المنتج بتاعنا ده. ما تنسوناش بالدعاء والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة وفي فيديو جديد.